السلام عليكم أحبائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، نرحب بكم في مدارس الإدريسي الأهلية. درسنا مع هذا اليوم هو قسمة الكسور الاعتيادية. طبعا احنا شرحنا الموضوع، هسه ايش حنسوي؟ نحل تمارين 4-3 صفحة 57. تمام، صفحة 57. هسه وياي اولا عندنا جد النواتج في كل مما يأتي. ألف عندنا 8 تقسيم 1/2، نخلي مقام للعدد 8 لأنه عدد صحيح. راح يكون عندي المقام 8/1، تقلب القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني الواحد اللي بالبسط وين راح يكون؟ بالمقام، والاثنين اللي بالمقام وين حتكون؟ بالبسط. واضح؟ إذا إحنا إيش عندنا؟ عندنا ملاحظة مهمة نتبعها بموضوع قسمة الكسور، نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب مع قلب الكسر الثاني. تمام ماما، احنا هاي الملاحظة نمشي عليها. هسه نباع، عندنا اختصار؟ اذا عندنا اختصار نختصر، واذا ما عندنا اختصار نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. هسه ايش حنضرب؟ 8 في 2 و1 في 1 ويساوي 8 في 2 16، 1 في 1 1، 16/1 يساوي لي 16. قلنا إذا المقام 16 نسوي نوخره ويبقى فقط العدد. نيجي على نقطة باء، 20 تقسيم 4/5، نيجي نخلي مقام للعدد 20، لأن 20 عدد صحيح، نخلي لها مقام 1. بعدها شو نقول؟ نقول 20/1 في، تقلب القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني 4 بالبسط وين حتكون؟ بالمقام، والخمسة اللي بالمقام وين حتكون؟ بالبسط. بعدها نشوف عندنا اختصار؟ نعم عندنا، عندنا 4 مع 20، نقسمها اثنيناتهن، 4 بها كم 4؟ 1، والعشرين بها كم 4؟ بها 5. طبعا باعوا ماما، احنا نقدر نختصر بسط، ما يصير نختصر بسط مع بسط، تمام، بس نختصر بسط على مع المقام، يعني نقدر، هو هذا نفس الكسر 5/1، لو كان الواحد جوا عدد يقبل القسمة على 5 عادي نختصر 5 ويا العدد اللي جواها، بس ما يصير نختصر بسط مع بسط، تمام، فقط بسط مع مقام. هسه نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، 5 في 5 تساوي لي 25، و1 في 1 يساوي لي 1 ويساوي لي 25، لأن إيش قلنا؟ إذا المقام 5/1 نوخره يبقى فقط العدد. نيجي على نقطة جيم، 7/8 تقسيم 14، نزل العدد الأول اللي هو 7/8 ونخلي مقام أيضا للعدد الصحيح اللي هو 14/8، تقلب القسمة إلى ضرب، وال14 اللي حطينا لها مقام، ال14 راح تكون وين؟ بالمقام، والواحد راح يكون وين؟ بالبسط. هسه نشوف عندنا اختصار بين، عندنا بين ال14 وال7، 7 بها كم 14؟ 7 بها 1 وال14 بها 2، 7/7 1 وال14/7 بها 2. بعد ما عندي اختصار اضرب بسط في بسط ومقام في مقام ويساوي 1 في 1 1، و8 في 2 16. قلنا إذا البسط 1 يبقى الكسر كما هو 1/16. نيجي على نقطة دال، 20/45 تقسيم 15، نكتب 20/45 تقسيم 15، نخلي ال15 مقام 1. بعدها شو نسوي؟ نزل كسر الأول 20/45، تقلب القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني صير 1/15 راح تكون بالمقام، والواحد راح يكون وين؟ بالبسط. هسه نباع، عندنا اختصار بلي، عندنا بين 20 وال15 يقبل اثنيناتهن على 5، بينهن عامل مشترك، 15 بها كم 5؟ 3، وال20 بها كم 5؟ بها 5، عفوا 4.
20 بها كم؟ 5 4. هسه عندنا بعد اختصار لا نضرب باص في باص ومقام في مقام ويساوي 4 في 1 4. خليها بالباص ونضرب 45 في 3 ضرب عمودي. خلي 3 جوا الخمسة ونضرب 3 في 5 15 5 1 باليد و 3 في 4 12 زائد 1 13. اصبح عندي الكسر 135. يبقى مثل ما هو يعني 4 اصغر من 135 بسط اصغر من المقام. نيجي على النقطة ها 20 على 32 تقسيم 5 على 8. نكتب 20 على 32 تقسيم 5 على 8. نزل الكسر الأول، تقلب القسمة إلى ضرب، ونقلب الكسر الثاني، يعني الخمسة راح تكون وين؟ بالمقام، والثمانية هتكون بالبسط. هسا نختصر إن وجد الاختصار. 20 مع الخمسة أكو اختصار إيه؟ الخمسة بها كم؟ 5 1. والعشرين بها كم؟ 5 4. هسا نختصر الثمانية مع 32. 8 بها كم؟ 8 1. والاثنين وثلاثين يا عدد أضربه بالاثنين بالثمانية يطلع 32 4. يعتمد على جدول الضرب. هسا باعوا مو قلنا إحنا نقدر نختصر نفس الكسر باسط على مقام، نقدر نختصر الأربعة مع الأربعة. أربعة بها كم؟ 4 1. هنا الأربعة هم بها كم؟ 4 1. ونقدر نكتبها بالناتج وبعدين نختصر، تمام؟ يعني بالحالتين صح، نقدر نقول 4 في 1 4 و 4 في 1 4، نخليهن 4 على 4 يساوي لي 1. هاي طريقة ثانية، قلنا 1 على 1 يساوي لي 1. هسا نيجي على النقطة واو 63 على 70 تقسيم 9 على 12. نيجي ننزل الكسر الأول 63 على 70، تقلب القسمة إلى ضرب، ونقلب الكسر الثاني، يعني 9 بالباسط حتكون بالمقام، والاثناعش اللي بالمقام حنخليها بالباسط. نختصر إن وجد اختصار 9 مع 63، طبعا لأن 9 من المضاعفات على 63. 9 بها كم؟ 9 1. وال 63 يا عدد ضربة بالتسعة يطلع 63 في 7. 9 في 7 63. هسا نقدر نختصر السبعة مع السبعين، البسط مع المقام، نعتبر الصفر ما موجود ونقول السبعة بها كم؟ 7، تمام؟ نقول السبعة بها 1، 7 كم؟ 7 1، وننزل الصفر، وهناك هم السبعة بها كم؟ 7، نقدر نقول 1، ونقدر نقول السبعة كم؟ 70 بها 10، تمام؟ هسا العشرة والاثناعشر بيناتن عامل مشترك، اثنيناتن يقبلن على اثنين، العشرة بها كم؟ 2 بها 5. والاثناعش بها كم؟ 2 بها 6. واضح ماما اللي سويناه؟ اختصرنا السبعة مع السبعين، وبعدها اختصرنا العشرة مع الاثناعش. هسا نضرب بسط في بسط ومقام في مقام على 5. بما انه الستة اكبر من الخمسة، البسط اكبر من المقام، شو نسوي؟ لازم يكون البسط اصغر من المقام. راح نخلي مقامنا ثابت 5، نقول الستة بها كم؟ 5 بها 1. 6 بها كم؟ 5 بها 1، نخليه عدد صحيح. وش قد بقى من الستة؟ بقى 1، نخليه بسط، تمام؟ إذا كان عدد كبير نقدر نستعمل القسمة. هسا نيجي على النقطة زاي 3 على 4 في 1 عدد صحيح، و 5 على 7 بين قوسين تقسيم 1 عدد صحيح، و 2 على 3 في 2 على 5. كل قوسين نطلع ناتج بيناتهم، يعني هسا هذا القوس الأول نطلع منه كسر 1، هذا لازم نكمله احنا كناتج 1. 3 على 4 في، هسا نتخلص من العدد الصحيح، شلون؟ نحول العدد الكسري الى كسر اعتيادي، شلون؟ نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط، 7 في 1 زائدا 5. شو تصير؟ 7 في 1 7 زائد 5 12 على 7. هسا انا اسد القوس، شو انزل؟ انزل اشارة بيانات شنية؟ تقسيم. أجي على القوس الثاني، أيضا أتخلص من العدد الصحيح، أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي، أضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط، 3 في 1 3 زائد 2 5 على 3 في
2 على 5 أسد القوس مالتي. كل كسرين بين قوسين أشوف أكو بيناتهم اختصار، 3 ويا 7 أكو اختصار، لا، والأربعة ويا 12 بيناتهم اختصار. الأربعة بيها كم أربعة؟ 1. وال 12 بيها كم أربعة؟ بيها 3. هسه هنا بعد أنا ما عندي اختصار، وين أجي؟ أجي على الكسر الثاني أهم اختصر. الخمسة بيها كم خمسة؟ 1. وهنا هم عندي الخمسة بيها كم خمسة؟ هم 1. عندي بعد اختصار؟ لا. هسه أضرب أطلع منا كسر ومنا كسر، أضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 3 في 3 شو يساوي لي؟ 9، ويساوي 9 على 1 في 7 7. أنزل إشارة القسمة بعد ما كداعي أخلي قوس، لأن طلعت كسر واحد بنعتهن نتيجة حل. أقول 1 في 2، أضرب النوب الكسرين الثانيات، أضرب بسط في بسط ومقام في مقام، 1 في 2 2، وثلاثة في 1 3. هسه لهنا راح أتبع خطوات القسمة، أنزل الكسر الأول اللي هو 9 على 7، القسمة تقلب إلى ضرب، ونقلب الكسر الثاني، يعني الاثنين راح تكون مقام والثلاثة راح تكون بسط. شوف عندنا اختصار، هنا ما عندنا اختصار، ايش حنسوي؟ نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، ويساوي 9 في 3 27، و7 في 2 14. بما انه البسط اكبر من المقام ايش حنسوي؟ حنقسم على مود شنو؟ نصغر البسط عن المقام، قسم 27 على 14، قسم 27 تقسيم 14. 27 بها كم 14؟ بها 1. 1 في 4 4، و 1 في 1 1. هسه شزي أنقص، 7 ناقص 4 3، و 2 ناقص 1 1. تمام؟ هسه نجي نكتبهن. شوف شلون نكتبهن، هاي ال 14 المقسوم عليها المقام يبقى ثابت، ينزل نفس ما هو. عندنا الواحد اللي هو ناتج، وين اخليه؟ اخليه عدد صحيح. وعندنا الباقي اللي هي 13، وين راح تكون؟ راح تكون بسط. اصبح عندي واحد عدد صحيح و13 على 14، نقدر نتأكد من حنا ونتحقق من 14 في 1 14 زائد 13 27. نيجي على النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة ح، 3 على 4 زائد 5 على 8 تقسيم 2 على 3. هنا ما حطينا أقواس، احنا راح نخلي أقواس. احنا إذا عدنا جمع وطرح وقسمة وضرب، نيجي أول شيء نحل القسمة والضرب وبعدين نجمع، تمام؟ بعدين نحل الجمع وطرح. هسه 3 على 4 زائد، هسه تقول ليش ما خلينا ست الأقواس بين الزائد؟ لا، احنا نحل أول شيء القسمة ونطلع منها نتيجة وبعدين نروح على الزائد. 5 على 8 تقلب القسمة إلى ضرب، ونقلب الكسر الثاني، يعني 2 حصير مقام والثلاثة راح تكون بسط. واضح ماما؟ يعني أول شيء نضرب ونقسم بعدين يلا نجمع ونطرح. هسه بعدنا اختصار، هنا ما عندنا اختصار، اذا شو نسوي؟ نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. نجي انزل العدد 3 على 4 كسر الاول، وانزل اشاره الزائد، بعدها اضرب 5 في 3 كسر عندي البسط 15، و8 في 2 16. هسه إشارة عندي زائد، والمقامات شبيهة مختلفة، لازم أوحد المقامات بطريقة تحليل العدد إلى عوامله الأولية. ما هي الأعداد الأولية؟ 2 3 5، ما ننساهن ذني، يرباكم تنسوهن، 7 11 13، ذني تحللون عليهم بالجمع والطرح وتحللون عليهم بجذر التربيعي والتكعيبي. هسه ناخذ المقامات الأربعة وال16 ونحللهن، نحللهن على شقد؟ نحللهن على 2، ليش؟ لأنهن أعداد زوجية.
تقبل القسمة على 2. 16 بها كم 2؟ 8. نزل فارستي 4 بها كم 2؟ بها 2. آخذهن أيضا على 2. 8 كم 2؟ بها 4. و2 كم 2؟ بها 1. أرجع آخذها أيضا على 2. 4 كم 2؟ بها 2. والواحد ينزل أيضا آخذها على 2. 2 كم 2؟ 1. فارزة 1. لهنا خلصت آني التحليل. أجي أضرب. أضرب النواتج اللي طلعتها 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16. إذن مضاعف المشترك الأصغر شكد طلع عندي يساوي لي 16. تمام؟ إذن المقام الموحد شكد طلع عندي 16. هسه أجي أخلي مقامي الموحد هو 16. نجي نخلي مقام جديد كسر أول مقامه 16، أنزل الزائد أجر الكسر الثاني وأيضا مقامه 16، مقام الجديد اللي طلعته. هسا شو أقول؟ 16 بها كم 4؟ بها 4، صحيح؟ لأن 4 في 4 16. هسا أقول 4 في 3 أضربها في البسط عم تطلع بسط جديد، شقد طلعت عندي؟ 12. هسا أقول 16 بها كم 16؟ 1 مو؟ وأضرب الواحد بمن؟ في 15. 1 في 15 15 ويساوي نجر خط، احنا مقامنا الموحد شقد 16، ونجمع فقط البسط 2 زائد 5 7 1 زائد 1 2، اصبح عندي البسط 27 على 16. هسه شو نسوي؟ لازم يكون البسط اصغر من المقام. ايش حنسوي؟ عندنا طريقتين، يا اما نقسم يا اما يكون الرقم بسيط نقدر نحله بسهوله. هسه هاي بما انه اكبر نقسمها، 27 بها كم 16؟ 1، 1 في 16 16. اجر خط وانقص، 7 ناقص 6 1، و2 ناقص 1 1 ويساوي. هسه شلون راح نكتبه الكسر؟ شلون راح يكون؟ حولناه لعدد كسري. طبعا ال16 تبقى نفس ما هي، هذا كسرنا هو قديم، شلون حولناه الى عدد كسري؟ ال16 المقسوم عليه ثابت المقام نفس المقام. الناتج الواحد وين راح يكون؟ راح يكون عدد صحيح. والباقي اللي هي 11 وين راح تكون؟ راح تكون بسط. نقدر نتحقق من حنا، 16 في 1 16، 16 زائد 11 27. اذا حلي صح. تمام، نجي على نقطه طاء. 6 عدد صحيح، 1 على 4 تقسيم 5 على 8 بين قوسين ناقص 2 عدد صحيح و2 على 3 في 9 على 16، خليه بين قوسين، زائدا 1 عدد صحيح و1 على 2. نجي نحل هاي المسألة. نجي أول شي شو أسوي؟ أتخلص من العدد الصحيح، أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي. تمام، شلون؟ نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط. هاي اول خطوة اسويها، 4 في 6 24 زائد 1 25 على 4. القسمة شحولها الى ضرب، مو تقلب القسمة الى ضرب، ونقلب الكسر الثاني، يعني الخمسة بالبسط راح تكون بالمقام، والثمانية اللي بالمقام راح تكون بالبسط. أسد القوس مالتي، وين وصلت؟ إشارة الناقص أنزلها وأفتح قوس جديد. قلنا نتخلص، نحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي، 3 في 2 6 زائد 2 8 على 3 في 9 على 16. نسد القوس مالتنا. هسه وين وصلنا؟ يا إشارة، إشارة الزائد، وأيضا أتخلص من العدد الصحيح، نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط، نحاول كسر اعتيادي، 2 في 1 2 زائد 1 3 على 2، نفس المقام يبقى مقام ثابت. هسه نجي نشوف عندنا اختصار. اي عندنا، عندنا الخمسة مع الخمسة وعشرين، والثمانية ويا الأربعة. الخمسة كم خمسة بيها؟ 1. والخمسة وعشرين بيها كم خمسة؟ بيها 5. هسه نختصر الثمانية مع الأربعة، الأربعة بها كم أربعة؟ على أربعة طبعا ناخذها، بها 1.
والثمانية بيها كم؟ أربعة، بيها اثنين. نجي نشوف الكسر الثاني باختصار، اي هم بي، ثلاثة ويا التسعة والثمانية ويا 16، ثلاثة كم ثلاثة بيها؟ واحد، والتسعة بيها كم ثلاثة؟ بيها ثلاثة. هسا نختصر الثمانية مع 16، ثمانية بيها كم ثمانية؟ بيها واحد، والستعش بكم ثمانية؟ باثنين. هسا نجي نضرب، بعد ما خلصنا الاختصار نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. نجي على الكسر الأول حتى نتخلص من الأقواس، خمسة في اثنين عشرة، على واحد في واحد واحد. وصلنا لإشارة الناقص، أنزلها، نجر خط جديد، نضرب أيضا بسط في بسط ومقام في مقام، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنين اثنين. وصلنا لإشارة الزائد، أنزلها وأنزل الكسر اللي بعدها اللي هو ثلاثة على اثنين. هنا نجي عندنا طبعا مثل ما قلنا طلعنا هذا الكسر، الأقواس الأولى مع الكسرين طلعت عشرة على واحد، نزلنا الناقص وبين الكسرين الأقواس الثانية ثلاثة على اثنين، ونزلنا الزائد ونزلنا الكسر الأخير. هسا بما أن المقامات عندنا واحد اثنين باثنين، نيجي نسوي نحللهن على مود نوحد المقامات، حللهم طريقة تحليل العدد إلى عوامله الأولية اللي هن 2 3 5 7 11 13 على 2، 2 كم 2؟ 1، 2 كم 2؟ 1، والواحد الأخير النزلة. إذا مقامنا الموحد واضح هو 2 مضاعف المشترك الأصغر يساوي لشقد؟ 2. هسه نجي نسوي مقام موحد وهو 2، جر الكسر الأول، خلي مقامه 2، أنزل إشارة الناقص وأخلي مقامي أيضا 2، أنزل إشارة الزائد وأخلي مقامي أيضا 2. هسا أجي أقول 2 بكم واحد؟ أقسم 2 مقام الجديد على المقام القديم، 2 كم واحد؟ 2، 2 في 10 أضرب مقام 2 في 10 20. هسا أقسم المقام الجديد على المقام القديم، 2 كم 2 بها؟ واحد، وأضرب الواحد بمن؟ بالثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، على مود يطلع عندي بسط أيضا جديد، اثنين كم اثنين بيها؟ واحد، وواحد في ثلاثة ثلاثة. بعدها أطرح ثم أجمع، تمام؟ أول شيء أطرح وبعدين أجمع، ويساوي جر خاط مقامنا طبعا معروف شنو هو، 20 ناقص ثلاثة قلنا 17 زائدا ثلاثة. أول شيء طرحنا 20 ناقص 3 17 زائدا 3، تمام؟ على نفس المقام اللي هو مقامي ثابت شقد؟ 2، ويساوي 17 زائد 3 20 على 2. هسه أكو اختصار بين العشرين والاثنين، أكو بيناتهم قبلان على 2، 2 بها كم باثنين؟ واحد، والعشرين بها كم باثنين؟ بها عشرة، ويساوي لي عشرة على واحد. العشرة بها كم واحد؟ ساوي لي واحد. كنا إذا المقام واحد نسوي تركه ونكتب فقط البسط، تمام؟ عشرة بها كم واحد؟ بها عشرة. نجي على أول مسألة، دفع أحسان مبلغا مقداره 15000 دينار لشراء 7 عدد صحيح 1 على 2 كيلوغرام من الرز، فما سعر الكيلوغرام الواحد؟ شو راح نسوي هنا؟ راح نكتب المبلغ اللي مقداره 15000 دينار، تمام؟ نشوف احسان، دفع احسان مبلغ مقداره 15000 دينار، راح نكتب اول شيء المبلغ مالته، بعدين ايش نسوي؟ لشراء تقسيم، شنقسم على شنو؟ 7 عدد صحيح وواحد على 2 كيلوغرام من الأرز. أريد نعرف إيش قد سعر الكيلو الواحد. إحنا عندنا 15000 ما بيها مقام، شو خليلها؟ خليلها مقام واحد. وهنا شو أسوي؟ أتخلص من العدد الصحيح. شلون؟ أضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط، ويساوي نكتب 15000 على واحد اللي هو المبلغ مالته كله اللي دفعه، تقسيم
نتخلص لسنا العدد الصحيح من مقام في العدد الصحيح زائد 1 2 في 7 14 زائد 1 15 على 2 على مود نطلع ايش قد سعر الكيلوغرام الواحد. هسه ننزل كسر الاول اللي هو 15000 على 1 ونحل حسب خطوات القسمة، تقلب القسمة الى ضرب مع قلب الكسر الثاني، يعني ال 15 راح تكون بالمقام والاثنين راح تكون بالبسط. هسه نشوف عندنا اختصار، اي عندنا اذا نعتبر الاصفارة مو موجودة، ال 15 بيها كم 15؟ هاي بيها 1 وهذيك بيها 1 ونصعد الاصفارة وياها، تمام؟ هسه هنا بي 1 وهنا ايضا بيها 1، شو نسوي هسه الاصفارة؟ نصعدهن يم الواحد، تمام؟ هسه شو اضرب؟ اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. سويت اختصرت ال 15 ويا ال 15 والاصفارة صعدتهن يم الواحد. واضحة ماما؟ قلنا ال 15 بيها كم 15؟ بيها 1 وصعدنا الاصفارة مالتها. هسه نيجي نقول الف في 2، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. ايضا نقدر نقول 1 في 2 2، نعتبر الصفارة ما موجودات، بعدين ننزلهن ثلاثتهن ونضرب مقام في مقام، 1 في 1 1. 2000 بها كم 1؟ بها 2000. هاي ال 2000 شنو؟ سعر كيلو الارز الواحد، تمام؟ سعر الكيلو الواحد من الرز. واضح ماما شلون حليناها؟ نيجي هسه على المسألة الثالثة. ملعب محيطه 5×8 كيلو متر، فكم دورة يدور العداء ليقطع مسافة مقدارها 3 عدد صحيح و 3×4 كيلو متر؟ احنا راح نكتب هسه مساحة اللي يقطعها العداء. العداء ايش قد قطع مساحة؟ 3 عدد صحيح و 3×4 كيلو متر. نقسمها على شنو؟ على محيط الملعب اللي هو ايش قد؟ 5×8. هسه نيجي ايش نسوي؟ نتخلص من العدد الصحيح، نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط، نحول العدد الكسري الى كسر اعتيادي. شو نقول هسه؟ نقول 4 × 3 12 زائد 3 15 على نفس المقام على 4. القسمة تقلب إلى ضرب حسب قاعدة القسمة، والكسر الثاني أيضا يقلب، يعني الخمسة اللي بالبسط حتكون مقام والثمانية اللي بالمقام حتكون بسط. هسه الخطوة اللي بعدها شنو؟ نختصر، إن وجد اختصار. عندنا اختصار الخمسة ويا الخمسة والثمانية ويا الأربعة. الأربعة بيها كم 4؟ 1، والثمانية كم 4؟ 2. خمسة كم 5 بيها؟ بيها 1، والخمستعش بيها كم 5؟ بيها 3. هسه ايش نضرب؟ نضرب بسط مع بسط ومقام مع مقام بعد ما خلصنا الاختصار، ويساوي 3 في 2 6، 1 في 1 1. الستة بها كم 1؟ ما بها 6. قلنا المقام اذا كان 1 شو نسوي له؟ نوخره، تبقى فقط الستة. هاي شنو هاي؟ دوران ما قطعه العداء، زين؟ دورات يدور العداء، تمام ماما؟ هسه نيجي على هذا السؤال، ما العدد الذي 3 أخماسه يساوي 18؟ طبعا هذا السؤال دائما يجي وزاري. 3 أخماسه، ما المقصود بثلاث أخماسه؟ يعني 3×5. 3 أخماسه، ما العدد الذي 3 أخماسه يساوي 18؟ 3×5 يعني 3 أخماسه. بعدها شو نسوي؟ راح نقسم ال 18 عن يمن على 3×5. ما العدد الذي 3 أخماسه يساوي 18؟ اخلي مقام لل 18 1، لان يعني 18 عدد صحيح. 18×1، القسمة تقلب الى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني الخمسة اللي بالمقام راح تكون بالبسط، والثلاثة اللي بالبسط راح تكون بالمقام. هسه نشوف عندنا اختصار، اي عندنا،
الثمنتاعش ويا الثلاثة، ثلاثة بيها كم؟ ثلاثة واحد، والثمنتاعش بيها كم؟ ثلاثة ستة. هسه نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، ستة في خمسة وواحد في واحد ويساوي ستة في خمسة ثلاثين على واحد. إذن العدد الذي ثلاث أخماسه يساوي 18 قد طلع عندي؟ طلع عندي 30. زين هذا العدد. هسه نريد نتحقق شوف حلنا صحيح لو غلط شو نسوي. هسه راح نتحقق شو نضرب. راح نضرب العدد اللي طلعناه بمن؟ على 3 في 5 في 3 على 5 حتى نشوف يساوي ال 18 لو ما يساوي. طبعا اخلي مقام المن للعدد 30 لان يعني هو عدد صحيح، وبعدها اختصر 30 مع ال 5 مو 5 بها كم؟ 5 1، وال 30 بكم؟ 5 ب 6. هسه نضرب 6 في 3، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، 6 في 3 يساوي لي 18 وواحد في واحد يساوي لي واحد ويساوي 18 بها كم واحد؟ يساوي لي 18. إذا شبيه حلنا هنا؟ حلنا طلع صحيح يساوي 18. تمام؟ هذا السؤال طبعا دائما يجي وزاري كلش بسيط، ثلاث أخماسة هو يعني 3 على 5، أنت بس تحفظ هاي تعرف شلون تحل. هسه نجي نقطة الخامسة، عدد إذا ضرب في 4 على 15 كان الناتج 32، فما هو العدد؟ عدد إذا ضرب بمن؟ بالأربعة على 15 كان ناتج 32. طبعا هم نقسم 32 على يمن على 4 على 15، هذا السؤال هم جاي وزاري على مود نطلع العدد. 32 خلي مقامه واحد، طبعا لأن عدد صحيح راح نقول 32 على واحد تقلب القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني، يعني الأربعة راح تكون بالمقام والخمستعش راح يكون بالبسط. هسا نشوف أكو اختصار؟ إيه أكو اختصار، الأربعة مع 32، الأربعة بها طبعا ناخذهن على أربعة، أربعة بها كم؟ أربعة واحد، والاثنين وثلاثين بكم؟ أربعة بثمانية على جدول الضرب نعتمد. ويساوي نضرب الثمانية بمن؟ هسه بسط في بسط ومقام في مقام، نضرب ثمانية في 15، نضرب هذا ضرب عمودي على مود نتأكد من الناتج. ثمانية في 5 40، صفر وأربعة باليد، ثمانية في 1 8 زائد 4 تساوي لي 12. إذا ضربنا ثمانية في 15 إيش ساوت لي؟ واحد في واحد واحد، قلنا ثمانية في 15 ساوت لي 120 على واحد، 120 بها كم واحد؟ بها 120، قلنا بالمقام يهمل. هذا هو العدد. إذن العدد إذا ضرب في 4 على 15 وكان الناتج 32، فما هو العدد؟ هذا العدد 120. واضح يوم؟